هذا ذكرت نوبا بيزان او اشراف يا او يا غير كود بعكت مريزان وضش النبي محمد قال خب بيزان طيب وحتى النبي خو قشار النبي محمد اسحاق قال قوة ترب بيزان عند زمان الزمام حي ماذا قالوا بين لأنه مركز ضيال قدام يسان قبل نحن لنا النبي يسحب محمد بابيس حب بابي ويقول يمادين سيرة ضبع والله يجيب يقول يمادين النبي قام يان نعبتها مايا صحابة ميان نعبتها مايا قال ما جعش مايا ورد سعو توبتك الحو دمير بتقول عض كبيرة تقول عضي كبيرة من الكبائر بتقول عيو توبتك دورك ماشي على سيدا سوي نكم محبة قيدة هي محو الحب الباطني والعقيدة القلبية وحال قربها سوكو أغان لها هدو يدو وحان كو أغان إنو شاكتو وحان لينا إنو شاكتو وقول كاللقو أغان قلبي وحكو جري حقيقة كو أغاتي أدي الله شاكتي فعلكو ساسكو محوية فعلكو متو سمية وتناقض ميلو أسعود أنجرين نينك السلام إلا وانجع لهاي أما النافق ورعا ماتكو ألقاتي أصغن هذين بالنافق ورعا مرنا حلو وان جعله وان نطق اللسان يا فعل ماشي يلا لابد وحات رواد قال لي هدا اسرع باش مال جدنا كابحو طيب قروا الله ود الاسلام بان لي دي جدها كابحو علوم وحي كو اجماعين نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه يا صحابتي سنينك قال او سو كخيه اما كو ديبا انو قال يا بل نبي نينك ديبا اي اديه مقصوده الله يما دو كافر لكن نينك كو خري حب يا قلبي كحره وجه ايضا اكتيسه كافر كنقول معي هذا الشيخ ان تزيو انه علي هي او يتولاهم بالمحبه فانه يكفر لانه احب الكفر واحب الكفار فيكفر بذلك لم ينكر الكفر اذا احبهم معناه انه لم ينكر الكفر ومن لم ينكر الكفر فهو كافر مظاهره المشركين هذا عجل عجل لقى اوروري نقول هي علي الشيخ ارضي يربح شرحيه مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين أو محبتهم بمعنى واحد عفوا مظاهرة معاونة بمعنى واحد أو محبتهم محبة الكفر ومن يتولى واسي وآيات بضم بكحيي شيخ حكوك بقبي محبة وناقد قوني تاغيرا يا تاكولا دي محوها يقاشان قاد كورا وحاوي وناقد يا كفر قوني عوي كتاب سلو يقان شرح سلسلة الرسائل سبحان الله أبقى تطباطني السقال إلى الله أبقى يا سيدي تنبر لو الله بنكر اعتنى باخراجه واشرف على طبع عبد السلام بن عبد الله السليمان الطبعه الاولى طيب وحاكس عاد الشيخ بن عثيمين سؤال بلويد محددا ما هو الفرق بين موالاه الكفار وتوليهم موالاه الكفار يتولي محاوله حياله الجواب الموالاه معناها المناصره والمساعده على امورهم الكفريه وإن قال لو تاغيرو أما لو تاكوليو أما لو كاليو أريمودا غالنمدا أه أريمودا غالنمدا ديو شيخ كو دين لها وحان ورن لي وخو تاغيري لها إيه إحسان بو تاغيري لها كشيخ ومن ذلك أن يقاتل المسلمون مع الكفار يعني مثلا يقوم الكفار بغزو بلد من البلدان الإسلامية فيتولاهم هذا المسلم وينصرهم ويساعدهم على هذه البلدة في القتال سواء بالسلاح أو بإمدادهم بأي شيء يساعدهم على قتال المسلمين هذا من موالاتهم وهو أيضا من توليهم فإن الموالاة والتولي يراد بها هاهنا المناصرة وأن يكون يدا معهم على المسلمين وأما الاستعانة قال الله قال ميسان قال من الوجه من قرب شو قصي الله هو المكاد يخو سيسانا معها أمورت كفر قال وتروا محي قال بلد إسلام كسود شيء مسلمين دباتي مربط الله صفته قال باتي لأنك أعنت الكفار على أمورهم الكفرية قال هذا كفر قد محاكمة المسلمين تأي الله يسوى كفر ما قال كأنه مسلم دلما كفر ما سوى معصية عاوة أنه كلا بحي الناي قال المسلمين أي الدلان أيقو الظلم هيا مسلم أي الدلان اللي سيسوا وظلم هذا باب القصاص والقوني دي حنفور كده أيضا بيسو قال المسلمين بابين هاي او ظلمي محيط هاي دم بيقيدو ما كفر يوم سوا وكبيرو طيب
إذن قال الله المسلمين تي بابين كسو الدولين بابين هي وأمور كفر كفر بقى كتاجر تادي هذا على أساس الدين وإذا دو حبيت دعينا كعران وأنا نحفر ديار أساس الدين كنفتر كذا إن المسلمين بابيسو أذو قال وكفر إن من نسي زيادة في الكفر قال بقى وهذا إنشاء كفر جديد ديلك مسلم ك وقال لي معصب زيادة في الكفر كفرك وكجريبة ما كنت تغيرتي لأنك عنت الكفار على دينهم مركوا لازم علماء يجرين وأن كيرو دونور كاس سوس كعذاب هذا الكشوق وكجرا كتاب سلوية قن لقاءات الباب المفتوح للشيخ رحمة الله تعالى عليه مجلد كصدحات سبحان الله باتناد رقم كسؤال وحاول يكون أفر هل بقولي أفرتن كنا هل بقولي أفرتن مر لبات شيخ وحالي للشيخ نوعدي ما هو الضابط في موالاة الكفار بحيث من فعل ذلك مثلا يكون مواليا لهم تبين فروين بوحلقو قراب الشيخ يا ليله بلغي زاد ضابطك قاعدة يؤرنيس أرنيس وحاسنا وموالاة الكفار وحانا ماءها إيكالا ساريس عدي بالي الجواب الموالاة في الواقع حقيقة موالوام حي هي المناصرة والمعادلة حبك أول وعقلبك أول هوله مايا موالاة الغضاء سداء هذه إيرقن موالاة هذا النبي محمد والفسران لهينين كتابك ونعوصا فسرين إجماع مسلمين يدل عدين أن لهينين وحال الله أبطاه لغة الله لابا لأنه قرآنك إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين لغة هذا عدين وإذا مركز عرف المسلمين الله أبطاه بلدانتا لغة مركز الله أبطاه ولي ومحيي موالات والنصرة والمعاونة وأنك حالة زمر تيب الشيخ عبرها يا حقيقة الموالات في الواقع هي المناصرة والمعادلة بحيث تناصر الكافرين وتعاددهم على المسلمين فإن عادتهم وناصرتهم على كفار أشد منهم فهذا خير لأنك دفعت أعلى المسلمين قال اسكت جبيي بوكشوخ هذا كسي هالله طانا ما خصيص وحنا خصيص وامحي وحنا خصيص ضابط الموالاة هي المناصرة والمساعدة والمعاونة للكفار على المسلمين هذا ورمشك عدوي بنانك يا الله أدلة بضم بوشيخ عدي مركز مركز دنبري موالات كروح إنه كقالوا أي صورة قلت أعمل لقب قهايو الكقالوا وامدن كالمضاع بقص أوروري وركيزي مجلد كصدحات أفر بقول إحنا يا أفر يا أفر بقول إحنا شن رقم كسؤاش أكون شن بقول تطبع لقول لابتو هذا الكاس موالات كاد كورب إنه في وقت بدنا كوب حنا محاضرة الأورنج مطارحة الكبار لكن هذا خلاصير بن أدلة دول مرينا من الكتاب والسنة إجماعات كي النقوش حوادثنا ما لها كلا كرهات سدا أدلة بضم بالود دليل شذي علماء مثلا أصل كان ودليل شذين وناقد كاسي قال الله تاجر أو مسلمين لغه هيلي إن قال لما تهاي إجماع عص يناقد كأدلة كل سين منها قوله تعالى لا تتخذ اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا هذا وقرنيس أولياء بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وحقا خسي أبو جعفر النحاس تلميذ النسائي وعلوم القرن الصدحات أنت أن بلايدا صبح محوري وحب فسرها هي اليهود والنصارى مفعولان يقول بعضهم أولياء وبعض وشرحها هي مفعولان أنت قدها وتوليهم هي معادتهم على المسلمين صورك ما علوم صوصر ومعادتهم المعادة ومحي قال سنشد عدودك بأخيك عدود قرب وتأكله تغيرت وتقن عدود وعري الصومالي ومركزي من عرب اللقوع يهري واختصاصهم دونهم يين أيق اللي سحجي ولا يخاص كل نقطة والمسلمين تك حياته والحق وضوع عررته إعراب القرآن له مجلد ككبار لا بقطات يكو المعادة يحق وضوع الله حياته يجو قعل بيدو مسلمين تنا لقيه ليه أو منصور اللغوي الأزهري الشافعي وأئمة أولي اللغويين تي السلفيين تي كبد بعد اتجههم يرجع يبدع كبد بعده طيب يا صادرت العلوم ما أنت عقائد كلا مركي ربان إري أما صفة أما اسم اسمه لأنه فسران على الأساس اللغوي أصغي اعتمادان لأنه رقي يصغي قرنك أما كدن بي ورنبا ودامي
حق سلامة عقيدة ديس وحور أصغو. وأما قوله تعالى وكتاب اللغة وأما قوله تعالى ومن يتولهم منكم معناه من يتبعهم وينصرهم نك أيها الراع عمر كاسي وقرقارة تهذيب اللغة مجلد كشان يتمناد صدح بقول لباتني يشان دين تذكر راع اللي يجي هذا هي لكم راع ما قدشت دين تذكر موصر راعين بوا بديدين يا قلبي كما جعل بنا نكاس قدعنا يا طيب وينصرهم نك الراع أوه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه آيات أمركم صوفة سيري هذا الليرنا وحوليه ثم ذكر إلهي سبحانه وتعالى